الإلكتروني كان عنوانه الطريق إلى الله. كان لقائي الأول بالأستاذ المساعد الدكتور حيدر عبد الزهر التميمي، والذي ما أن اتصلت به وقلت له بأن هناك مسابقة للزهراء عليه السلام، حتى بادر من نفسه بالاتصال بأساتذة جامعة بغداد لينطلق المسار. ومع انطلاقة المسار وتوافد البحوث على الجامعة الإسلامية وإحالتها إلى السادة المقومين العلميين، كان للأستاذ المساعد الدكتور حيدر عبد الزهر التميمي قصد السبق في هذه المسابقة، إذ نال المركز الأول في هذه المسابقة. أتمنى من أستاذي الفاضل الصعود إلى المنصة ليتحدث بما يشاء عن حبه لفاطمة الزهراء، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآله. وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أزداها وتمام منن أولاها، جمع للإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أبدها وتفاوت عن الإدراك أبدها، وصلى الله على من ابتعثه إتماما لأمره وعزيمة على إمضاء حكمه، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذي جعلت إمامتهم أمانا للأمة وطاعتهم نظاما للملة. أيها الحضور البهي، قبل أن أشرع بحديثي أجد لزاما علي أن أقدم وافر شكري واحترامي وإكباري للإخوة القائمين على هذه المسابقة الميمونة، وأدعو الله عز وجل أن يحفظهم ويرعاهم ويسدد خطاهم ويجعلهم من أنصار الزهراء عليه السلام والموالين لها. وما أروع أن يكون الإنسان من الموالين للصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليه السلام، لأن النفس تتبنى غايات ومطالب، وأسمى تلك الغايات وأشرفها هو الوصول إلى رضا الله عز وجل، وقد اقترن رضاه برضا الزهراء عليه السلام، وهذا مصداق لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها. ولم تنل الصديقة الطاهرة هذه المنزلة الرفيعة وهذه المكانة العالية إلا بجدها واجتهادها، فتكاملت إنسانيا بسمات خلقها، وهي من القلائل اللواتي وصلن إلى هذه الدرجة من التكامل الإنساني بحسب قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اكتمل من الرجال كثير ولم يكتمل من النساء إلا آسيا بنت مزاحم ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليه السلام. ولم يكن تكاملها منحصرا في جانب خلقي وحسب، إنما سلام الله عليها تكاملت في جميع الجوانب السياسية والأخلاقية والعبادية والجهادية والفكرية، فكانت بحق مثالا يحتذى به وقدوة يتأسى بها كل من يريد الوصول إلى الكمال والرقي والعيش بكرامة وعز. ومن جوانب الإبداع في شخصيتها الكريمة تلك البلاغة والفصاحة التي كانت واضحة معالمها على خطبها وأدعيتها، وهذا ما دفعني إلى الكتابة عن شيء في خطبة الزهراء الفدكية عليه السلام. فكتبت وحدي الموسوم البنى التركيبية في خطبة السيدة الزهراء عليه السلام، وحاولت أن أرصد السمات الأسلوبية الواردة في هذه الخطبة الشريفة، ولا سيما البنى التركيبية والأساليب التركيبية، وأحاول استقراءها استقراء تاما وأتفحصها بحسب معطيات المنهج الأسلوبي الحديث.
وقد اقتضت طبيعة البحث أن يتقسم على قسمين، تناولت في القسم الأول الأساليب التركيبية، وكانت تتقسم بدورها إلى أساليب خبرية وأساليب إنشائية. ثم جاء في القسم الثاني من البحث الظواهر الأسلوبية، وشرعت فيه بالحديث عن ظاهرتي التقدين والتأخير والحذف والذكر. وبعد هذين القسمين كتبت أهم ما توصلت إليه في هذا البحث المتواضع، وكان من ذلك أني وجدت السيدة الزهراء قد وظفت الأدوات اللغوية توظيفا واعيا، جعلت هذه الألفاظ تحمل الأفكار والمعاني والرؤى وما تريد أن توصله إلى المتلقي، فكانت ألفاظها وتراكيبها حاملة لكل المعاني التي تريد البوح بها. وجاء ذلك وفق استقراء الخطبة الشريفة، فنجدها تارة وفي بعض المواضع تتحدث السيدة الزهراء بلغة الخبر ولا تعتمد الأساليب الإنشائية، لأنها في موضع حديث جاء ذلك في حديثها عن المعارف الإلهية وعن النبوة وعن الأئمة وعن سيرة الإمام علي عليه السلام ووظيفة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والعجيب والرائع أنها حينما كانت تدرس هذه تسرد هذه الأمور لم تكن تؤكد هذه الألفاظ، يعني لم يكن واردا التوكيد، ونحن نعلم وأساتذتنا الأفاضل في اللغة يعلمون أن المتكلم تارة يلقي كلامه بلا أدوات توكيد وتارة يؤكد كلامه، فحينما لا يؤكد يشعر أن المتلقي واعيا لما يقول ولا ينكر ولا يجحد. فكل ما ألقته السيدة الزهراء من أمور معارف إلهية تخص الدين الإسلامي والنبي الأعظم وسيرة الإمام علي عليه السلام كان بلا توكيد في أغلب مفاصله، وهذا يشعر أن ما تلقيه السيدة الزهراء غير غائبا عن نفوس القوم الذين كانت تتحدث إليهم، لكنهم جحدوا لأمور أخرى. فضلا عن ذلك، أن المتطلع إلى الخطبة الشريفة يجد تماسكا لغويا بين مفاصلها، تارة تعمد إلى أساليب خبرية وأخرى إلى استفهامية وغير ذلك. القصدية الواضحة التي كانت واضحة المعالم على جميع ألفاظ الخطبة وتراكيب الخطبة وتفاصيل الخطبة، يعني أنا لا أود أن أشرح كل التفاصيل، وأحيل الأخوة الكرام إلى قراءة البحث والتتبع لما فيه. وقبل أن أنهي حديثي أعود لأقدم شكري للأخوة الأعزاء القائمين على هذه المسابقة لكل ما قدموه من حفاوة وحسن استقبال وكرم ضيافة. أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع ويحفظ الجميع، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. للسادة الحضورين ننوه بأن الأستاذ المساعد دكتور حيدر عبد الزهر التميمي من جامعة بغداد كلية التربية ابن رشد، وننوه أيضا بأن البحوث التي وصلت قبل أن ترسل إلى السادة المقومين بلغت 60 بحثا، استبعد 17 منها لعدم مطابقتها للشروط الأكاديمية للبحوث، فبقي 43 بحثا منها أحيلت إلى أساتذة أكفاء مشهود لهم بالعلمية، يقف على رأسهم الأستاذ الدكتور حاكم حبيب القريطي من كلية الآداب، ثم الأستاذ الدكتور طالب جاسم العنزي من كلية التربية للبنات في جامعة الكوفة، ثم سماحة العلامة محمد علي الحلو الذي اعتذر اليوم عن الحضور معنا لانشغاله في محافظة بابل لفحص البحوث من الناحية العقائدية، ثم الأستاذ المساعد الدكتور ابتسام السيد عبد الكريم المدني عميدة كلية التربية الأساسية بجامعة الكوفة، ثم الأستاذ المساعد الدكتور عمار عبودي نصار من جامعة الآداب من كلية الآداب جامعة الكوفة، ثم الأستاذ المساعد الدكتور حسين سامي شير علي من كلية الفقه بجامعة الكوفة. أي أن البحوث قد مرت عبر 6 من المقومين، قومها كل واحد منهم بورقة تقويم ضمت 6 محاور.
وتنافس المتسابقون حتى وصل إلى العشر بالألف من الدرجة بين المتسابق الثالث والرابع أو الثاني والثالث. ونعتقد بأن مثل هذا التقييم لبحوث علمية لم يجري في أي من الجامعات العراقية، وكان هدفنا لكي نصل إلى الإنسان المهيئ فعلا لكي ينال جائزة الصديقة فاطمة الزهراء. الكلمة الآن للأستاذ المتسابق الثاني الذي حصل على جائزة الصديقة فاطمة الزهراء، وهو من جامعة بغداد من كلية التربية ابن رشد أيضا، الأستاذ المساعد الدكتور محمد قاسم العالي في بحثه الموسوم التفاعل النصي مع القرآن الكريم في خطبة السيدة الزهراء، فليتفضل مسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم سادة الحضور، اسمحوا لي ابتداء أن أنوه إلى أنني مدرس دكتور وليس أستاذ مساعد دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول المصطفى الذي بعثه بدين الحق رحمة للعالمين، وعلى آل بيته الطاهرين وصحبه الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. أما بعد، اسمحوا لي ابتداء أن أعبر عن مدى سعادتي واعتزازي وأنا أشارك أخوتي الباحثين في استقراء تراث السيدة الزهراء عليها السلام، وأن أتوجه بوافر الشكر والامتنان إلى الأخوة في الجامعة الإسلامية في النجف الأشرف على حسن رعايتهم هذه التظاهرة الفكرية الإبداعية الخاصة بالسيدة الزهراء عليها السلام. عنوان بحثي التفاعل النصي مع القرآن الكريم في خطبة السيدة الزهراء عليها السلام. يحاول هذا البحث السعي إلى رصد اتجاهات التفاعل النصي مع القرآن الكريم في خطبة السيدة الزهراء عليها السلام، والوقوف على آليات إنتاج الدلالة الجديدة وتوجيهها وتحديد خصائص هذا التفاعل النصي مع القرآن الكريم، وإيماناً منا بالوشائج المتينة التي تربط السيدة الزهراء بالقرآن الكريم، وبناءً على ما توافر من علاقات تفاعلية مع النص القرآني في الخطبة الشريفة التي شكلت ملمحاً بارزاً يمثل أهم السمات التنمية والموضوعية على حد سواء. جاءت هذه الدراسة التي تعمل على تشخيص اتجاهات التفاعل النصي مع القرآن الكريم في خطبة السيدة الزهراء عليها السلام، التي توزعت محاورها على النحو الآتي: المحور الأول تمثل في التفاعل الترتيبي للآيات القرآنية الذي انقسم بدوره إلى قسمين. الأول عني بالتفاعل الكلي الذي يعتمد تفاعلا كاملا مع النص القرآني، والآخر عني بالتفاعل النصي الجزئي الذي يعتمد نصا مع زيادة أو نقصان أو تقديم أو تأخير أو حذف. المحور الثاني يختص بالتفاعل النصي مع الألفاظ القرآنية المفردة. المحور الثالث عالج التفاعل النصي مع الشخصيات القرآنية. المحور الرابع اختص بالحديث عن التفاعل النصي مع الأفكار القرآنية بشكل عام. ولكي يسبق ذلك تمام الفائدة ولحاجة الدراسة، تناولنا مفهوم التفاعل النصي عند النقاد العرب والغربيين، فضلاً عن تسليط الضوء على إشكاليات هذا المصطلح وتعدد مفهوماته ودلالاته في الدراسات النقدية الحديثة. أقول: لقد مثل القرآن الكريم عند السيدة الزهراء عليها السلام مرجعاً فكرياً مهماً لتداخله مع نصوص خطبتها الشريفة في علاقات تفاعلية كثيرة. فالدخول في علاقات تفاعلية مع النص القرآني سمة تطبعت بها مختلف مقاطع وأقسام الخطبة الشريفة بنحو لافت للنظر، ذلك أنها لا تمثل مجرد إفادة أسلوبية ودلالية من النص القرآني، بل هي تشير إلى أن السيدة الزهراء قد أفادت بالنصوص القرآنية في دلالاتها المختلفة، الأمر الذي يتناسب وشخصيتها أولاً، فضلاً عن التوافق مع ما جاء في متن الخطبة الشريفة ومقاطعها المتعددة. لقد أكسب القرآن الكريم هذه الخطبة الشريفة عمقاً جمالياً.